والله ما عندي حظ، والله ما عندي حظ. هاي من الصبح لليل أجدي طلعت لي ب750، 750 يعني والله ما أدري، يعني أدري العالم هاي ما تطيل مجدي، يعني تطي من؟ تنطي من؟ يروح يصرفوها بالمولات فلوسهم. والله يعوفون المجد ما يطول محتاج، يروح يطول أبو المليارات أبو المولات، والله يصرفون فلوسهم هناك، وأنا ما يطول 750 يلا. بس أنت تحكي على العالم وتحكي على الناس، تحكي على المجادي هم نفسهم، أنا راح أتمسى على هذا التقاطع اللي هناك، أطردون المجادي ما حصلت إلا 1500 بس، هاي 1500. شو عندك هذا التقاطع؟ هذا مسيطرين عليه عصابه، هاي تقاطعات منطقه كلها مسيطر عليها نفس العصابه. بعد شنو تحكي عن الناس؟ احكي على المجاديه اللي حاسين بحالنا ويطردون بينا. خال اليوم افتريت بالسوق، قلت يلا بلكه تلقى عوائل تطوني، سوان كبار تطيني شيء. ما انطوني. بالاخير دخلت ايدي بقميصي. قلت وياك يشوفون ايدي مقطوعه، ما انطوني. دخلت ايدي الثانيه هم ما انطوني. بالاخير دخلت راسي بالقميص هم ما انطوني. طبعا. ما يصدق، قل لهم فقراء ما يصدق، قل لهم معوق ما يصدق، شو تقول له؟ ما تقول لي. والله ما عدي حظ، والله ما عدي حظ، وانا عاد منمس ضايج، منمس ضايج. على شنو؟ جوارينا انطوا قطعه ارض. ها؟ والله ضيت اتحسر. ليش هو شو يشتغل؟ شهيد. شهيد انطوا قطعه ارض هنياله. لحظه، هنياله على شنو؟ هنياله على الشهاده اي بيها مجال، بس هنياله على قطعه الارض ليش؟ شنو؟ قطعه ارض والمحافظ بكبره سلمها لاهله، قال محافظ. يا هو 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 شو استفاد ونتهنى بيها الرجال؟ ايش بيك؟ مو بس هذا الكاتني، مو بس هذا الكاتني، هو عنده حظ. تدري فاتحته شلونها؟ فاتحته يابا فاتحته. تلف جوادر مليونات ملي، والله جوادر هيك مليونات ملي، انا باوعيش باوع الفاتحه. هنيالك روح هنيالك على شنو؟ على شنو؟ لحظه احمد، على شنو هنيال الرجال؟ ماتوا جايين الفاتحته، على شنو هنياله؟ والله يمكن 15 شيخ، 15 شيخ عموم، شيخ عشيره عموم، والله اجوا قرأوا الفاتحه وطلعوا انا ويا كل شيخ يدخل قلب لي حسره. شو تقول له؟ هنياله طبعا هنياله. هنياله على شنو احمد؟ الرجال توفى، راح، مات، استشهد، اجوا الفاتحه، ايش فيك انت؟ ها سعود مستشهد هذا اخو، اخذ لك هذا مثل ثاني، قرايبنا وجوارينا، وقرايبنا وجوارينا. يعني رجله مقطوعه. رجله مقطوعه، قاعد شايف الفرع مالتنا ايش صغير كله. خطير. ماك فقيره، منطقتنا فقيره كلش. تفاجئنا ذاك اليوم والله طب جيمسي 2021 وراها سيارتين حمايه. اي والله نزلوا علي، نزل علي المسؤول الحزبي خطير، اجى سلم علي وهاي وانا اقول له هنيالك، جاء له واحد هيك هيبه وصور وياه. على شنو احمد؟ على شنو هنياله؟ الرجال انقطعت رجله، على شنو هنياله؟ ايش بيك انت حاسد الرجال على رجله؟ شنو ايش بيك؟ بعد ذكر ناس كبار نزلوا لي قاطه وهو واحنا قاعدين بالضيم. أو هاي الناس اللي تحصل هنيالهم محظوظين، والله محظوظين. الله عظيم. لا أخويا والله جماعة إذا كذون الدولة والله يسوها عدل ومساواة. والله يسوها عدل ومساواة، مو مثلكم. أشوفه إيه، أكلتوا الدولة أكل وجايين علينا. والله شنو تنفخ؟ ما عاجبك؟ مو ما عاجبني. والله جماعتنا تاج راس جماعتك، والله جماعتنا تاج راس جماعتك. وإذا جبت طاريهم بالموزي أوتك غير. يلا 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 ماشي ماشي، يلا تاج راسي وهذا، يلا ماشي ماشي، هذا هذا نبي احكي على تاج راسنا النوب. ماشي روح انت وجماعتك ذول الاهل اللهبنه. ماشي 750 لا مو 750 500 وجات 750 وين راح؟ وين؟ يا وجات 750 ايه 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 شلون؟ اخف طارت من ضربتك هيك شيء. ايه ايه هي الظاهر هيك، الظاهر هيك نتعارك على توج روسنا حتى رزقنا يقل. شوف الحلقة الكاملة حصريا على موقعنا www.utviraq.net.